إذن مرحبا بكم في تعريف جديد ببرنامج يساعد في تقديم الشروحات التفاعلية للدروس لفائدة الطلبة أو التلاميذ. طبعا أهم ميزة لهذا البرنامج هو أنه مجاني، متواجد في الشبكة العنكبوتية بشكل سهل ويسير، يتم تثبيته وتنزيله بشكل بسيط جدا. إذن واجهة البرنامج هي كالتالي: كما تلاحظون لدينا هنا، أول شيء لدينا مساحة العمل كما تلاحظون، يمكن أن أتحكم فيها من خلال هذا الزر، إما أحدد مساحة بيضاء أو مساحة مسطرة هكذا، أو مساحة سوداء أو مساحة سوداء مع الخطوط. إذن هذه هي مساحة العمل. إذن سأعود إلى الصفحة البيضاء. ثم كذلك لدينا هنا كما تلاحظون في الأسفل لدينا هذه الأدوات. إذن أول أداة على اليسار هي القلم، لاحظ هنا يمكن أن أكتب، ثم أداة الثانية المساحة. إذن هذه الأدوات كلها تفيد في بعض الأحيان في تقديم شروحات مباشرة وتفاعلية. ثم هنا لدينا هذا القلم الذي يمكن التمرير على الكتابة، وفي الأعلى نتحكم في اللون. لاحظوا في الأعلى هنا لدينا اللون الذي يناسب كل نشاط معين، وطبعا أعود إلى المساحة. الأداة الثالثة لدينا هذا المؤشر والخاص بزر الفأرة، إما يكون بهذا الشكل أو يمكن أن أختار بشكل أصبع أو شكل اليد التي تمكنني من تحريك الأشياء في هذه المساحة. إذا سأقدم مثال، مثلا لاحظوا إذا رسمت مثلا هذا الخط، إذا يمكن أن أحوله باستعمال هذه الأداة. ثم لدينا هنا المكبرة، هنا يمكن أن أكبر بها وأقوم بلاحظ تكبير، والأخرى العكس التصغير. ثم هنا هذا المؤشر يمكن، لاحظوا استعمل هنا للتأشير ولتوضيح أماكن العمل. ثم هنا لرسم مستقيم كما تلاحظون، وهنا كذلك أغير اللون من الأعلى. ثم هذا الزر خاص بالكتابة، إذا ضغطت هنا إذا يمكن استعمل الملمس لكتابة أشياء من خلال الحاسوب. ثم لدينا هنا سأضغط لإغلاق وسأمسح هذه العناصر التي تملأ مساحة العمل. إذا هنا مجموعة من الأدوات. في الأعلى كما تلاحظون، إذا سبق أن رأينا هنا الألوان، ثم هنا لدينا حجم القلم. لاحظوا لو اخترت القلم هنا، إذا لاحظ هنا هذا الزر سمك صغير، ثم الذي يليه أكبر منه قليلا، ثم هنا لدينا الأكبر، ثم في الخانة التي تلي لدينا هنا حجم كذلك الممحات. عندما أختار الممحات لاحظوا، إما تكون ممحات صغيرة أو ممحات متوسطة أو ممحات كبيرة، طبعا حسب مستوى وسمك الكتابة. إذا سبق أن رأينا هنا هذا الزر الخاص بواجهة العمل. ثم لدينا هنا لاحظوا هذه الأسهم، إما للعودة إلى الخلف أو إلى الأمام. ثم هنا يمكن أن أضيف صفحة ثانية عندما أنهي مثلا صفحة أولى، يمكن أن أحتفظ بها وأنتقل إلى الصفحة الثانية. وهنا يمكن كذلك أن أمسح كل ما يوجد فوق أو في مساحة العمل. لاحظ مثلا لو قمت بإضافة هذه الخطوط، إذا سأعود لأختار زر الخطوط، عندما أضغط على هذا الزر سيتم مسح كل العناصر دفعة واحدة. ثم العنصر المهم جدا هو الخاص بالمكتبة التي يوفرها هذا البرنامج. إذن هناك مكتبة غنية جدا متنوعة. أول ملف خاص بالأصوات، يكفي أن أضغط على هذا الملف لأحصل على مجموعة من الأصوات، سواء خاص بالحيوانات أو خاصة بأشياء أخرى. إذن دائما أعود من الأعلى هكذا. ثم لدينا هنا مجموعة من مقاطع الفيديو، لاحظوا يمكن أن أستعين به، ثم يمكن أن أضيف عناصر أخرى.
ثم لدينا هنا كذلك صور حسب المجالات كما تلاحظون. ولإضافة إلى مساحة العمل يكفي أن أسحب هكذا، أمسك العنصر لاحظوا جيدا. إذا مثل هذا العنصر يقدم لنا كذلك مجموعة أدوات أقوم بتكبيره هكذا، ثم يمكن التصرف فيه كذلك على مستوى الدوران، ويمكن أن أمسحه من الأعلى. أعود إلى المكتبة التي يقدم لنا هذا البرنامج. إذا لدينا أصوات، لدينا فيديوهات، لدينا صور، لدينا كذلك مجموعة من الأشياء المهمة، لكن أهم شيء الذي يمكن أن يضفي تفاعلي على هذا البرنامج هو هذا الملف الخاص بالتطبيقات التفاعلية. إذا لاحظوا هنا مثلا سأضغط على سبيل المثال مثلا هذه أو هذا البركار. إذا لاحظوا عندما أقوم مثلا بسحبه إلى وسط يمكن أتحكم في حجمه هكذا في دروس الرياضيات. ثم عندما لاحظوا عندما أقوم بتحريكه سأقوم برسم دائرة أو نصف دائرة. إذا سأقوم بتصغيره كذلك كما تلاحظون يمكن أن أرسم دائرة أخرى. ثم لدينا هنا الزر لي أقوم بحذفه وأعود إلى المكتبة. إذا لاحظوا هنا لدينا كذلك ساعات، لدينا مكبرة، لدينا مثلث، لدينا مسطرة، لدينا مثلا لاحظوا لو أخذت مثلا في بعض الأحيان قد نضطر إلى إخفاء السبورة أمام التلاميذ في انتظار التصحيح. يمكن أن أستعمل مثلا مجموعة من التطبيقات التي تخفي السبورة للحظات وغيرها من الأدوات، مثلا الأدوات الخاصة بالرياضة تلاحظوا لدينا هذا وهذه المزوات لقياس الزوايا وتصرف هكذا تكبيرا وتصغيرا كما تلاحظون. طبعا كما ذكرت يمكن أن أقوم بحذفها من خلال الضغط على هذا الزر علامة الضرب. إذا المكتبة غنية جدا فيها مجموعة من الأدوات المهمة. لاحظوا مثلا هذا الستار أو هذه الستارة، لاحظوا يمكن من أسفل أن أظهر وأخفي العنصر الموجود. مثلا قد نستعملها في حصص الإملاء أو حصص أنشطة تفاعلية من خلال إخفاء التصحيح أو إظهاره من حين إلى آخر. لأن المكتبة غنية يمكن كذلك أضيف ساعة أو أضيف منبه أو موقت يحسب المدة الزمنية. لاحظوا مثلا أضفت هذا العنصر كما تلاحظ يمكن أن أضيف الساعة هنا في زر أو في زاوية العمل. وكذلك يمكن أن أضيف موقت، لاحظ قد أحدد مثلا المدة الزمنية للتمرين، سأحدد مثلا في 4 دقائق. وعندما أعطي الانطلاق هنا سيبدأ العداد القيام بهذه التوضيحات والشروحات. طبعا الوقت يتسع لتقديم جميع التطبيقات، يبقى لكم أن تقوموا بتثبيته وتجريبه وتدريبه على إنشاء مجموعة من الدروس التفاعلية. كذلك لاحظوا هنا يمكن أن أوظف هذا البرنامج من خلال هذه الأدوات. يمكن مثلا أن أقوم بتشغيل شاشة الحاسوب أثناء الشروحات من خلال هذا الزر بودكاست. طبعا مجموعة من البرامج توفر هذه الخدمة، لكن هذا البرنامج كذلك يمكن أن يفيد في تشغيل الشروحات وإعادة نشرها أو الاشتغال عليها. طبعا للخروج يكفي أن أضغط على هذا الزر في الأسفل كيتي، ولاحظوا في الأسفل الأعلى كذلك يمكن أن نتصل بالإنترنت من خلال هذه الأزرار ويب. يمكن أن أعود مثلا إلى صفحة المكتب من خلال هذا الزر بيغو. لاحظوا إذا لاحظوا في الجانب هنا لدينا الأدوات في هذا الشكل بحيث يمكن أن نشتغل بها هنا في سطح المكتب كما تلاحظون. إذا يمكن أن أوظف هذه الأدوات بشكل جيد وعادي. ولعودة إلى سطح البرنامج يكفي أن أضغط على الزر في الأعلى هكذا. إذا برنامج ممتاز قد يساعد في إنجاز مجموعة من الشروحات أو دروس أو توضيحات تعليمية
من خلال هذا التطبيق. أذكر اسمه Open Sankori أو Sankori، موجود في الأنترنت، يمكن تثبيته وتنزله بشكل سهل وبسيط والاشتغال على إغناء هذه المكتبة وتوظيفها. إذن شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.